الحاجة التانية، بخبرتكم ازاي اعرف ان في بيتي حد بيتعاطى مخدرات؟ طيب خليني ارد على حضرتك. عندي بعض المؤشرات لازم ناخد بالنا منها جدا بغض النظر عن السن. اولا خليني اقول الاحصائيه المعروفه او لو مش معروفه للناس، احنا عندنا 10% من عددنا في مصر مدمنين، رقم كبير جدا، والرقم ده ضعف المؤشر العالمي او ضعف النسبه العالميه، رقم مبالغ فيه جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان السن بدا ينزل لعشر سنين. ايوه 10 سنين بياخدوا مخدرات النهارده و11 سنه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك فعلا على ارض الواقع انا شفت ده. شفت ناس عندهم 11 سنه و12 سنه وخصوصا المخدر اللي لسه ظاهر جديد الاستروكس بيتعاطوه. طيب ازاي تكتشف ان في بيتك في شخص بيعاني من الادمان او على الاقل بيتعاطى؟ مش لازم يعني هو في سكته لانه يكون مدمن. هتلاقي تغير في النوم، بمعنى ايه؟ يعني يا اما بينام كتير يا اما ما بينامش خالص. هتلاقي ان هو بيبتدي يفشل في دراسته، هتلاقي ان هو بيقعد في الحمام كتير بوقت مبالغ فيه بدون اي مبرر، هتلاقي ان هو دايما في عزله حتى لو قاعد وسط الاسره، يعني تبقوا قاعدين كلكم بتتفرجوا على التلفزيون بس هو معزول. العزله مش معناها انه قاعد في الاوضه وقافل على نفسه خالص، كلنا عارفين ان العزله ممكن ابقى قاعد وسط 100 واحد بس انا معزول لوحدي. هتلاقي طبعا وده الدارج جدا في مجتمعنا، صحابك انت ماشي مع مين؟ الولد دوت مش شبهنا. فعلا ده مؤشر خطر جدا انه يكون ماشي او صحابه مش من المستوى العلمي او الاجتماعي او التربيه اللي انت مربيها لابنك. ازاي اعرف ان انا في بيتي في مدمنه او واحده بتتعاطى مخدرات؟ الاسلوب، الطريقه. يعني لو هي بتتعامل معاكي بطريقه معينه هتلاقي الاسلوب متغير، يا اما بتحاول تعاملك حلو جدا عشان تاخد منك فلوس وتثبت لك ان انا ما بشربش، حاجه اسمها بتنكر يعني ان هي ما بتشرب. فانت بتبصي عليها لا بنتي زي الفل. يعني انا حد من الناس كنا بابايا بيشوفني ايه العسل ده، ايه الجمال، حبيبي يا بابا اديني فلوس بقى الدرس، ولا بياخد باله. الطريقه، بتعرفي تتعاملي مع البيت ازاي. في ناس كده ما هي صياعه، صياعه ضرب. يعني انت ذكي اذكى من الناس الطبيعيه الى حد ما، لان انت دماغك هي اللي بتخليكي تجيبي فلوس تروحي تخاطري بعمرك عشان تجيبي مخدرات وبعد كده ترجعي تاني وتروحي والله اعلم تتحطي في ايه. ما ده ذكاء ان انت تخرجي من اللي بتقعي فيه، غير بعد ستر ربنا. يعني هو ربنا هو اللي بيسترنا. طيب